فضائح جديدة في سجون الإمارات السرية بعدن يرويها أحد الناجين. ما الذي يجعل الإمارات ترتكب كل هذه الانتهاكات دون أي رادع؟ ولماذا يصمت وزير الداخلية الذي قال لا سجون سرية للإمارات في عدن؟ أهلا بكم. كشف أحد الناجين من سجون الإمارات عن مدى وحشية ما يتعرض له المعتقلون في سجون الإمارات في عدن، وقال عادل الحسني في مقابلة له مع قناة الجزيرة إن الضباط الإماراتيين والمرتزقة الأجانب يديرون سجونا سرية عديدة في عدن ويمارسون أبشع أنواع التعذيب تجاه المقاتلين. قال إن معظمهم من رجال المقاومة الشعبية الذين حرروا عدن في 2015. الجارديان، بازفيد، أسوشيتد بريس وغيرها من وسائل الإعلام العالمية بالإضافة إلى منظمات حقوقية دولية كشفت عن التعذيب الممنهج والاغتيالات التي تمارسها أبو ظبي في عدن وفي المحافظات الجنوبية. لكن السؤال، أين الحكومة من كل هذا؟ فصل جديد من فصول خفايا ما يحدث في السجون السرية التابعة للإمارات في عدن. عادل الحسني آخر الناجين من تلك السجون استطاع أيضا الخروج من عدن وأعلن عن عزمه كشف كل الحقائق حول ما يتعرض له المعتقلون في سجون الإمارات في اليمن. بصمات الاغتيالات التي تنفذها عصابات أبو ظبي صنفين. في مقابلة له مع قناة الجزيرة قال الحسني إنه تعرض لتعذيب وحشي من قبل جنود إماراتيين ومرتزقة كولومبيين في سجون قال إنه لا يوجد فيها ضابط يمني واحد. الحسني كشف أيضا أن أبو خليفة وهو الضابط الإماراتي المشرف على السجون السرية والاغتيالات في عدن عرض عليه أن يغتال أحد قيادات الدولة المقربين من الرئيس هادي. ملف الاغتيالات والتعذيب في عدن تديره أبو ظبي بشكل مباشر بحسب تقرير بازفيد الأمريكي الذي كشف عن توظيف أبو ظبي لشركات مرتزقة عالمية لتنفيذ برنامج اغتيالات مكثف يستهدف مواطنين يمنيين تعتبرهم أبو ظبي خصوما لها في عدن. تقارير دولية عديدة تناولت ما ترتكبه الإمارات في اليمن، كان آخرها تقرير الجارديان البريطانية الذي كشف كيف وظفت الإمارات قيادات في تنظيم القاعدة لتشكيل الأحزمة الأمنية في عدن وأبين ولحج، وهي تشكيلات مسلحة أنشأتها الإمارات كقوات منافسة للجيش اليمني. مؤخراً ارتفعت أصوات المنظمات الحقوقية والناشطين الدوليين حول الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات في المناطق المحررة، بينما تحولت الحكومة اليمنية إلى مغسلة لتلك الجرائم عبر وزير الداخلية أحمد الميسري الذي نفى وجود سجون سرية للإمارات في عدن في تصريح له مطلع يوليو الماضي. بأي ذنب يؤخذ ويسجن ويخفى؟ بأي قانون على وجه الأرض يسمح له أن يخفي ابني دون أن أراه، دون أن أسمع صوته؟ بأي جريمة ارتكبها حتى يحكموا عليه غيابيا؟ لا نعلم أين هو، ولم نراه، ولم نشاهده، ولا نعلم أي قاضي، ولا أي محكمة، ولا أي سجن. فماذا سيقول الميسري لأمهات المختطفين اللاتي يخرجن كل يوم للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن؟ وأين ستذهب الحكومة من المسؤولية القانونية والتاريخية لهكذا تبريرات؟ إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا عبر سكايب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. إذن أستاذ توفيق، تقارير دولية عديدة تتحدث عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات في سجون سرية بعدن. كونك مهتم ورئيس منظمة حقوقية، كيف تنظر إلى واقع هذه الانتهاكات المسكوت عنها رسميا؟ حقيقة اليوم ما حدث في أو ما يحدث في المناطق المحررة والمناطق التي استعيدت من قبل ميليشيات الحوثي خاصة في جنوب اليمن
على امتداد طول الساحل ربما من الحديدة حتى سيئون. نستطيع أن نقول اليوم أصبحت هذه الجرائم مكشوفة، لم تعد سرية ولم تعد غائبة عن الأعين. تقرير نعم. لجنة الخبراء الأخير كان واضحا بإدانة دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية بارتكاب مثل هذه الجرائم. اليوم الإمارات العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة لجأت إلى السكوت عن السكوت عن هذه الجرائم، لأنه أصبحت تحت موجة ضغط شديدة. أنا لو عدنا إلى الوراء قليلا سنجد أن منظمة سام بدأت تدشين هذا نعم كشف هذه الجرائم في مايو 2017، من يوليو أو مايو 2017 إلى اليوم. تقريبا لو عملنا إحصاء سنجد أن تقريبا كل المنظمات الكبرى بما فيها الهيومان رايتس والأمنيستي وكثير من المنظمات تحدثت بتقارير تحقيقية واستقصائية على الأرض عن هذه السجون. ستجد ان المنظمه ايضا وكاله الانباء العالميه مثل الاسس بريتسا، القناه الرابعه البريطانيه، كثير من القنوات ايضا عملت بحوث استقصائيه والتقت بمعتقلين سابقين، وكان اخرها اللقاء الذي اجرته قناه الجزيره مع القائد السابق في المقاومه عادل الحسني في برنامج بلا حدود. اليوم هذه نعم الجرائم اصبحت مكشوفه، لكن السؤال الذي يحير كل الناس ويضع علامة استفهام كبيرة: لماذا الصمت الحكومي إلى حد الآن؟ نعم إذا التقارير كشفت عن وجود فرق اغتيال يقوم بها مجموعة من المرتزقة الكولومبيين والفرنسيين، والحكومة صدرت هذه من التقارير الاستقصائية من مواقع أجنبية، والحكومة اليمنية لم يصدر فيها حتى بيان، إما تنفي أو توعد الناس بأنها ستفتح باب للتحقيق. السجون السرية اليوم أصبحوا يقولون لا توجد سجون سرية وإنما توجد سجون غير قانونية بغض النظر عن المسمى. نحن نعم اليوم إذا نتحدث عن تعذيب وتعذيب حتى الموت وإخفاء لأشخاص لا نعلم مصيرهم، ولم نجد أي جواب من الحكومة الشرعية، بل أنه كما جاء في تقريركم اليوم تحولت إلى مغسلة، أن يكون وزير الداخلية هو أول من أعلن أن السجون الموجودة في جنوب اليمن لا تخضع لوزارة الداخلية اليمنية، ثم بقدرة قادر في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يعود وزير الداخلية اليمني أحد ضباط دولة الإمارات ليدافع عن دولة الإمارات باستماتة، وكأنه وزير داخلية الإمارات وليس وزير الداخلية اليمني الذي كل أسبوع تقريبا يعتصمنا الأمهات نعم ويضعنا مجموعة قبل من أن ندخل لهذه التساؤلات دون أن النقاط تجد أستاذ توفيق جوابنا. اسمح لي نعم يعني حتى نمشي سوية، دعنا يعني وأنت تحدثت عن عادل الحسني وهو ينضم معنا الآن عبر الهاتف، السجين السابق في سجون الإمارات بعدن. مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور والعافية. أهلا بك. إذا أستاذ عادل أنت كنت أحد من سجنوا في سجون الإمارات وربما شاهدت عن قرب وتعرضت أيضا لتعذيب، هلا يعني أوردت لنا ما الذي حدث معك بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي السادة المشاهدين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على بلادنا اليمن السعيدة بالأمن والإيمان والسلام، وأن يفرج هم المهمومين ويفك أسر المأسورين وتفرح بهم أمهاتهم، ويفرح السكالى واليتامى الذين غيبت عصابات أبو ظبي أبائهم ومن يعولهم في سجون سرية مخفية لا يعلم عددهم إلا الله. أختي الكريمة، دعيني أخبرك أني بعد لقاء قناة الجزيرة وصلتني رسائل آباء وأمهات وإخوان لهم مخفيين في السجون السرية بأعداد مهولة جدا 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 ومخيفة جدا. تضعنا أمام منعطف تاريخي خطير أمام كل حر وأبي الشعب اليمني العظيم، أمام هذه المهزلة التاريخية التي تقوم بها عصابة تتبع لمحمد بن زايد تحقق أهداف وأجندة في هذا البلد الكريم. ما يتعرض للمساجين في السجون السرية لا يخطر على قلب بشر ولا تصدقه العقول لولا أننا شهود عليه.
من كل انواع التعذيب والقرقره والكهرباء والتعليق، واضف الى ذلك ان عندهم كلبه اكرمك الله اسمها شاكيره، يسمونها شاكيره، لا يوجد سجين في سجن الامارات الا ويعرف هذه الكلبه المتوحشه، والتي للاسف عرضوها على بعض الشباب مرارا حتى فقدوا عقولهم. اني ساعلن خلال الايام القادمه عن اناس فقدوا عقولهم من شده التعذيب ومن شده التخويف، وصار في حكم المجانين. فمن لهؤلاء ومن لهؤلاء جميعا في هذه السجون الشريه؟ انها اقول التي حقيقه ليست مهمه الاخ احمد النيسري فقط، انها مهمه كل حر وشريف في هذا الشعب العظيم. نعم. نعم، إذا أستاذ عادل، يعني عادة ما هي التهم التي يتم توجيهها للمختطفين بما فيهم أنت حين تم أخذك؟ أولاً السجن غير قانوني حتى تقدم فيه التهم. نعم. وأول سؤال قدمه لي الضابط الإماراتي، قلت له لا يحق لك الإماراتي أن تحقق معي في بلدي. لا يحق للإماراتي الضابط الإماراتي أن يحقق مع المواطن اليمن أي قانون يسمح بذلك. حتى لو كان منتمي لاي تنظيم او اجتماع يعرض على النيابه اليمنيه وعلى القضاء اليمني وياخذ مجراه. من كان متورط في دم، من كان متورط في جريمه فلياخذ جزاء على النظام القانون والقضاء. ليست عصابات ملثمه، هؤلاء ملثمون ضباط لا نعرفهم، لا نعرف اسمائهم، يتعاملون بالكنى، مقنعين بالاقنعه، هذا شغل عصابات. هؤلاء لا يكون عن داعش وعن القاعده. ما تقوم به هذه العصابة هو يعني نفس ما تقوم به داعش قاعدة بالضبط. هذا عصابة الدولة والنظام والقانون. فالتهم التي توجه ليس لها أساس من الصحة، إذ أن العقاب غير قانون. نعم، إذا أستاذ عادل، يعني هل كانت أسرتك تعلم بوجودك في السجن؟ السجن الذي كنت فيه سجن مخفي ويمنع عنك الاتصال. بعد 11 شهر سمحوا لي باتصال واحد ولمدة دقيقتين فقط، ويمنعوك منعا باتا أن تحدد مكانك أو أن تتكلم بأي كلام سوى أنك تقول لهم أنك على قيد الحياة فقط. فقط. نعم، كيف تم إطلاق سراحك؟ تم إطلاق سراحي بعد سنة وثمانية أشهر. فعلت النيابة اليمنية وعرضوني على النيابة اليمنية، واعتذرت النيابة اليمنية وقال لي المحقق الثاني: أنا والله إني أستحي أن أحقق معك، ولكن دعنا نأخذ الأمور على ما هي عليه، نحن في وضع استثنائي. وقلب نفسي وضحك كثيرا وقال والله هؤلاء على أنفسهم. ثم أمر بإطلاق فورا، ولكن الضباط الاماراتيين امتنعوا من ذلك. وبعد سنه وتسعه اشهر او ثمانيه اشهر دعاني الضباط الاماراتي خليفه سعيد المهيري وجلس معي واعتذر لي، وراجيا مني ان اصمت والا اتكلم عما رايت وشاهدت بعد ان ياتى ان اعمل معه. نعم. إذا أستاذ عادل، يعني في آخر تصريح لوزير الخارجية الميسري قال بأنه لا سجون سرية الداخلية عفوا لا سجون سرية في الإمارات، كيف تعلق على مثل هذا التصريح؟ لا، هو قال لا توجد سجون سرية للشرعية، وقال لا توجد سجون شرعية للشرعية. فعلا الشرعية ليس لها ذنب، ليس لها ناقة ولا جمال، وإن كنا نعاتبها وعليها مسؤولية تاريخية في هذا كله، بداية من رئيس الجمهورية إلى النائب العام الدكتور الأعوج إلى وزير الداخلية، وهؤلاء كلهم ناس نحن ثقتنا فيهم كبيرة جدا جدا وفي وطنيتهم ونضالهم، وهؤلاء أمانة في رقابهم، وهذه المسؤولية على عاتقهم، نحن لا نعفيهم من أي مسؤولية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصلاح البلاد والعباد. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عادل الحسني، السجين السابق في سجون الإمارات، بعد أن كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني
الواقع مأساوي للغاية، وهذه ليست أول شهادة نستمع إليها، وكما تفضلت هناك الكثير الكثير من القصص المخفية. في ظل هذا الألم الذي يعيشه هؤلاء المساجين، برأيك لما يسكت العالم رغم حديث كثير من المنظمات، رغم حديث كثير من الصحف والتحقيقات التي أجريت؟ يعني الجارديان تقريبا اطلعت على 5000 حالة، وتحدثت أنه لا قوة لدينا، ونطالب بزيارة السجون، المحامية تتحدث ذلك، ولا نحصل على جواب. يعني حتى لو كانوا عناصر القاعدة لا يجوز تعذيبهم بهذا الشكل. اليوم في إشكالية كبيرة. اليوم لا يمكن نتحدث عن عالم مثالي، ولا يمكن اليوم نتحدث أيضا عن دول بأنها أنبياء الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه الدول ربما هي حريصة على تطبيق قواعد حقوق الإنسان وقوانين حقوق الإنسان في بلدانها أو في بعض في البلدان الأخرى، لكن أحيانا عندما تتضارب المصالح وتصطدم هذه المصالح بين مصالح هذه الدول القائمة على الصفقات المالية والاقتصادية والعسكرية، نجد في كثير من الأحيان أن المصالح الاقتصادية تنتصر على القيم الأخلاقية والقيم الإنسانية. رأينا كثير من التحالفات والتشابكات التي تحدث في مجلس الأمن أو تحدث في مجلس حقوق الإنسان، غالبا تكون الكلمة النهائية هي للمصالح الاقتصادية. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هما من أكبر أو من أكثر دول العالم استيرادا للسلاح، ومن أكثر دول العالم التي تعقد صفقات مع هذه الدول، وبالتالي هذه الدول تراعي مثل هذا الأمر. لكن في النهاية عندما يحدث، عندما يتشكل رأي دولي ضاغط، وهذا ما تحدثت عنه انه منذ سنة ونص هنالك تقارير توالت، يحدث نوع من الحرج الأخلاقي. رأينا كثير من الدول اليوم بدأت او اعلنت انها سوف تتوقف عن توريد السلاح للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. رأينا مثلا ألمانيا، رأينا النرويج، رأينا كندا، كثير من الدول. رأينا ضغوط على فرنسا، ورأينا ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية في الأخيرة. اليوم المنظمات الدولية تحركت بصورة جدية، هنالك إدانات، وكان هنالك لغط كبير حول تقرير لجنة الخبراء الذي أدان هذه الدول بصورة جدية. أنا أعتقد اليوم العالم ربما غير ساكت، لكن في النهاية القرار ما زال يتشكل على أساس المصلحة. لكن الأيام القادمة أنا باعتقادي سيقود إلى هذه الدول إلى أن تقع تحت طائلة المساءلة، ستتحرك دعاوى قضائية، ستتحرك إلى غير ذلك. نعم أستاذ توفيق، يعني المجتمع الدولي بات يعرف ما الذي يحدث في عدن من السجون السرية، المنظمات الحقوقية، الصحف التي تتابع مثل هذه القضايا، وأهم الصحف ربما العالمية، ومع ذلك هناك إصرار كبير من التحالف ومن يعني مثلا بالسعودية والإمارات وأيضا السلطات في عدن حول ما يحدث في هذه السجون، وكأنهم يريدون حجب الشمس كما يقال بغربال. يعني كيف يمكن أن يعني في ظل عدم اعتراف الطرف المسيطر بهذا الشكل، كيف يمكن يعني مساعدة هؤلاء المساجين؟ المساعدة هي تأتي من طرفين، وهنالك أيضا بعد غائب، لابد من كسر حاجز الخوف. هنالك كثير من الذين تعرضوا للاعتقال، إما ما زالوا في المناطق التي تحت التي تديرها دولة الإمارات وتشكيلاتها العسكرية، وبالتالي هؤلاء لا يستطيعون أن يتحدثوا، أو لا يستطيعون حتى تحريك دعاوى قضايا أو توكيل غيرهم، لأن الخطر ما زال قائما. أو أن هنالك أشخاص استطاعوا الخروج من عدن أو من أي منطقة من المناطق التي تحت سيطرة دولة الإمارات ووصلوا إلى دول أخرى، لكن أيضا هم غير قادرين على التحرك، وبالتالي ما زالت أسرهم في الداخل. التحرك اليوم الدولي الذي سيؤثر بصورة كبيرة، أن تحصل كثير من المنظمات أو كثير من المحامين على توكيلات خطية من الضحايا أنفسهم لتقديمها أمام المحاكم الوطنية ذات البعد الدولي أو حتى المحاكم الجنائية. هذا البعد اليوم ما زال غائبا للأسف الشديد. دول التحالف العربي والإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية هي للأسف الشديد تدير الملف الحقوقي بنوع من الفشل الذريع والواضح، يعني إلى حد اليوم لا غير ملتزمة
بقواعد القانون الدولي وغير قادرة على الاعتراف بوجود أخطاء وتفتح تحقيقات جدية وتقوم بتعويض الضحايا وتغلق مثل هذه السجون السرية وتعطي الحكومة اليمنية زمام المبادرة وخاصة للقضاء اليمني بحيث أن هذا الملف يبدأ يخفف عنه. لكن للأسف الشديد لا ندري ما الذي تفكر فيه هذه الدول، ما يعني ما الذي تريد أن تقول له للعالم؟ هل تريد تقول أنها تكافح الإرهاب في اليمن بهذه الطريقة؟ نحن في منظمة سام قبل شهر كشفنا عن سجن الطين في محافظة سيوت تشرف عليها دولة المملكة العربية السعودية للأسف الشديد، وهنالك معتقلين من ما يقارب سنتين. الأهالي جميعا تقريبا الذين تواصلنا معهم، نحن تواصلنا معه يقارب 12 حالة أو 13 حالة، كلهم مجمعين وهم موافقين على إحالة أهاليهم أو ذويهم المعتقلين إلى النيابة العامة وإلى القضاء اليمني ليقول فيه ليقول كلمته في هذه القضايا. أن الناس يريدون اليوم الخروج الآمن من الإشكالية التي يعيشون منها، الأسر تريد أن تلم الشمل. هنا تصوري أن هنالك أب سجن أبناءه وهم أطفال، بمعنى أحدهم عمره 17 سنة والثاني عمره 16 سنة، اليوم أحدهم 20 سنة والثاني عمره 19 سنة. يعني إشكالية هنالك ألم نفسي، لابد أن يتدخل العقلاء، لابد أن تكون هنالك مراجعة، لابد الحكومة اليمنية أن تأخذ زمام المبادرة. أعتقد أن هنالك أرضية اليوم مهيئة في ظل بعد اتفاقية ستوكهولم، بعد إدانة تقرير لجنة الخبراء، بعد كل هذه التقارير، لابد على الدول التحالف أن تساعد نفسها على الأقل إذا لم يكن لديها بعد نفسي، لأنه أنا أعتقد أن مصيرها في أو أمام القضاء سيكون اليوم أو غدا. لا، هذا لا محالة، حقوق الضحايا لا يمكن أن تسقط بالتقادم. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ توفيق أن تنضم معنا أم آدم وهي عضو رابطة أمهات المختطفين عبر الهاتف. مساء الخير أم آدم. مساء النور. أهلا بك. مساء الخير جميعا. أهلا بك أم آدم، وخرجتم اليوم في وقفة احتجاجية، يعني وتخرجون عادة بشكل دوري. نعم. ما هو الجديد في خرجة اليوم؟ ليس هناك أي جديد، نحن نقوم بالوقفات وسوف نظل نقوم بالوقفات حتى يتم إظهار المخفيين قصرا ويتم الإفراج عن المعتقلين. نعم، إذن يعني هل توجد أي استجابة أو بصيص أمل في الرد عليكم لهذه الوقفات من قبل إدارة السجون التي فيها أبناؤكم أو الحكومة الشرعية أو أي طرف له علاقة؟ نحن لدينا أمل بالله، ليس هناك أي طرف يتم الإجابة إلينا. نعم. ومع هذا نتم بالوقفات ونتم بالوقفات الاحتجاجية لكي نوصل صوت كل أم وصوت كل أم تعاني من إخفاء فردة كبدها. إذن يعني هل عرفتم بمدى ما يتعرض له أبناؤكم في هذه السجون؟ هل يعني لديكم حالات تتعرض للتعذيب؟ نعم، هناك من المخفيين يقولون أن تم تصفيتهم تحت التعذيب، وهناك في ناس من المعتقلين الذين ظهروا في سجن بير أحمد ذكروا أنهم خضعوا إلى تعذيب شديد وقاسي، أشعق بالكهرباء، علاقهم، خلع ملابسهم، التحرش بهم وتهديدهم بالإغصاب. وهناك أيضا تم إغصاب بعض من الشباب، ولكن لا نقول غير حفظنا الله ونعم الوكيل. نعم، إذا حين تقومون بالوقفات في وزارة الداخلية أو أمام منزل المصري، ما الذي يرد عليكم به؟ وقد شاهدنا بعضها. نعم، بداية كان يستضيفنا الوزير الداخلية الأستاذ عبد المصري، وكان يعطينا بوعود، يعني وعود لم يتم تنفيذها، نقدر نسميها وعود الكاذبة. نعم، والآن ما الذي يحدث؟ وحالياً يتم بالوقفات الاحتجاجية أمام منزله، ولكن لا يتم أي استجابة ولا يتم أي رد، ننتظر، ولا يعني كأنهم لم يروا أي أحد، كان لا أمهات ولا أي أحد، لا يتم الاستجابة لنا، يعني
كل ما نروح نعمل وقفة احتجاجية أمام منزله يتم يقولوا لنا ليس موجود مريض، لا يتم أي عيادة. طيب نعم لم يعد يقابلكم التي يعني التي تلسمتم بها، هناك وعود هنا لكن لا يتم أي شيء. فأنا يعني سوف أتكلم كأم وأسميها وعود كاذبة. نعم، إذن ما مدى تواصلكم مع المنظمات الدولية؟ هل هناك يعني أي تجاوب من قبلها؟ هناك تقارير تحدثت عن ما الذي يحدث في السجون السرية، ولكن هل هناك أي إجراءات لما يحدث؟ يقولون أنهم يقومون بعمل إجراءات ولكن حاليا لا نرى أي شيء. نعم، هل وضعتم قضيتهم في ملف الأسرى والمختطفين الذي تم مناقشته في ستوكهولم في السويد؟ في الكويت؟ أو السويد؟ السويد. السويد نعم. قدمنا ملفات وقدمنا تقارير. ما الرد عليكم؟ يعني علمنا في حاليا لا يتم حاليا ما في أي رد. نعم. يعني احنا يعني مصرات وملحات على اعمال وقفات احتجاجيه. ايوه ان هناك ليس اي رد، ولكن مثل ما قلت لك الامل بالله كبير. سوف نتم بهذه الوقفات الى ان يخرج اخر معتقل واخر مختطف. نعم، اذا شكرا جزيلا لك ام ادم، عضو رابطه امهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني برأيك هذا الملف متى سيتم مناقشته؟ يعني تم مناقشة الأسرى والمختطفين بين الحوثيين والحكومة الشرعية، تم مناقشة ميناء الحديدة وكيف سيتم التعامل معه، لكن ما الذي يحدث في عدن؟ لا مناقشة للسجون السرية، ولا مناقشة لاستعادة الموانئ، ولا شيء له علاقة بالوجود الإماراتي. نحن أشرنا وقلنا بأكثر من مرة أن اتفاقية ستوكهولم الخاصة بشؤون المعتقلين يشوبها عيب المعتقلين في سجون الحكومة الشرعية، بمعنى أولا ينتمون لجماعة الحوثي، أصبحوا هؤلاء أشبح ما يكونون بالأيتام على موارد اللئام للأسف الشديد، مع اعتذاري لهذا اللفظ، لكن للأسف الشديد هذا الواقع اليوم من الحكومة الشرعية. إذا لم تكن هي المدافعة عن حقوق الإنسان اليمني، فمن الذي سيدافع عنه؟ هي اليوم تتقدم بكشوفات أمام جماعة الحوثي لوجود معتقلين، وهذا أمر يشكر عليه، لكن نحن نسألها أيضا ما مصير المعتقلين اليمنيين، وكثير منهم الذين كانوا في الجبهات، كثير من الذين تواصلنا معهم بعد الخروج كانوا يقاتلون مع الجنود الإماراتيين ومع الحكومة الشرعية في عدن، ولا يعلمون إلى حد الآن لماذا تم اعتقالهم والرمي بهم في السجون لأكثر من سنة وربما لسنتين طويلتين، لا يعلمون ما مصيرهم. اليوم أنا أقول أحيانا بكل وضوح أن ملف المعتقلين هو ملف أحيانا يأتي من باب المزايدة، ليس لكنه لا يحظى باهتمام كامل وكافي للأسف الشديد، لأنه إلى حد الآن لم نرى حتى هيئة متخصصة من الحكومة اليمنية بالمعتقلين اليمنيين، وهي حاجة ملحة نشأت وظهرت واستجدت بعد الحرب. من المفترض أن تكون هنالك إما هيئة بالمعتقلين وأهاليهم وتلقي شكواهم، توثيق اعتقالهم، ما يتعرضون إليه في السجون الذي هم فيه، أيضا مناقشة أوضاع أسرهم، أيضا النظر في أوضاعهم بعد الإفراج عنهم إلى غير ذلك. وبالتالي أنا أخشى أن يتحول هذا الملف إلى إحدى الأوراق السياسية يعني المطروحة للضغوط وللمزايدات، ومع ذلك نحن تفاءلنا كثير بملف يعني باتفاقية ستوكهولم الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، لكن ما زال هنالك مخاوف كثيرة في الإجراءات الفنية في الإفراج. هل اليوم إلى اليوم نحن منتظرين ملاحظة الحكومة الشرعية على الكشوفات المقدمة من جماعة الحوثي، ومنتظرين أيضا للملاحظات المقدمة من جماعة الحوثي على الكشوفات المقدمة من الحكومة الشرعية. هنا ستبدأ الأمور تتضح أكثر، هل الحوثيين ب 7500 موجودين في سجون الحكومة الشرعية؟ نحن سمعنا تصريح لوزير الخارجية اليمني يتحدث أنه لا يوجد إلا 1500، معنى 5500 الذين سيبقون في كشوفة الحوثي، ما مصيرهم؟
هل جماعة الحوثي ستذهب للإفراج عن بقية المعتقلين وهي تدعي بوجود 7500؟ هنالك أعتقد إشكاليات ستبدأ نعم تبرز تدريجيا، لكن يجب أن يكون هذا الملف إذا لم يحظى اهتمام دولي، أعتقد أن هذا الملف سيكون أحد العثرات الكبرى في اتفاقية ستوكهولم. نعم ما يعني لأنه لا توجد جدية، أعتقد أنه الأطراف اليمنية تنظر لهذا الملف بنوع من المزايدة ليس إلا. نعم إذا يعني قلت بأن الحكومة يفترض أن تكون هي المدافع الأول عن حقوق الإنسان، وهي يفترض من تدافع عن حقوق هؤلاء، ولكن كيف يمكن ذلك خاصة إذا ما علمنا بأن الأمر في المحافظات المحررة ليس بيد الحكومة الشرعية فعليا، وإنما بيد الإمارات؟ ما الذي بيدها أن تقوم به؟ هي بالنهاية حكومة ولديها بموجب الدستور بموجب القانون، على الأقل كان هنالك إجراءات يعني تصريحات مبشرة وجدية من وزير الدفاع عفوا وزير الداخلية الميسري، ثم انقلبت مثل هذه التصريحات وكما قلنا وانحازت إلى الطرف الآخر. اليوم إذا كانت الحكومة الشرعية مقلمة الأظافر يبقى الدور الأساسي والمسؤولية الكبرى التي سيتحملون هذا الملف هم المنظمات الدوليه المنظمات الدوليه والمحليه بالدرجه الاساسيه والناشطين ووسائل الاعلام ولاحداث نوع من التشبيك الدولي والداخلي ليس الا هذا. هو اليوم الطريق او الوسيله الوحيده التي بايدينا لنكشف هذه الانتهاكات، لنفضح هذه الانتهاكات، لنعري هذه الانتهاكات، لندين هؤلاء الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم، نوثق جرائمهم ونوصلها للمنظمات. أنا أعتقد أنها اليوم هذه هي الطريق الوحيد وهذا السبيل الوحيد للضغط، لأنه أنا أعتقد أنه لم يحل ملف المعتقلين إلى النيابة العامة وإلى القضاء اليمني خاصة في عدن إلا بعد ضغوط كبيرة، وأيضا بقيام المعتقلين أنفسهم بعدد من الإضرابات داخل السجون مثل سجن بير أحمد، كما شاهدنا تقريبا قبل أسبوعين كان هنالك حركة إضراب قوية في سجون المكلا، وربما يعني نتج عنها إلى حد الآن قتلى وجرحى، وكثير من الأهالي في محافظة حضرموت يتواصلون معنا ويريدون أن يعرفوا مصير الذين قاموا بالإضرابات داخل المكلا، هل جميعا سليم، هل توفى أحدهم، هل جرح أحدهم. منذ تلك الإضرابات منعت الزيارة عن الأهالي إلى اليوم تقريبا أسبوعين، كان هنالك وقفات من الأمهات لمحاولة السماح لهن بزيارات أهاليهن وعوائلهن لمعرفة مصيرهن. هذا هو السبيل الوحيد الممكن اليوم أمام المعتقلين وأمام المجتمع اليمني. الحكومة الشرعية للأسف الشديد أصبحت اليوم منحازة للطرف الذي يقوم بهذه الانتهاكات. نعم، إذا نسمح لنا أيضا أستاذ توفيق أن ينضم معنا الأستاذ حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ حسين. مساء الله، حياكم الله. نعم، إذا تقارير دولية كثيرة تتحدث عن واقع التعذيب في سجون الإمارات، ما الذي يعني قمتم به بهذا الصدد؟ هل لديكم أي تحقيقات حول المسألة أو يعني حول الادعاءات الحاصلة في التعذيب في سجون الإمارات؟ أولا أشكرك وأشكر ضيوفك وأشكر اللقاء أيضا على اهتمامها بالملف الحقوقي على أنها ترسل هذا المداخلة. بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية طبعا هذا هو محور اهتمامنا، وهو الانتهاكات التي تتم لليمنيين في جميع مناطق اليمن سواء في عدن أو المناطق التي تخضع للشرعية أو الحكومة والتي تخضع للتحالف، وكذلك المناطق التي تخضع لجماعة الحوثي. الوضع لا يخفى على أحد، هناك غياب شبه تام للدولة وضعف لمؤسساتها وغياب أيضا لمؤسساتها من ضمنها مؤسسة القضاء والأجهزة الأمنية، هناك انتهاكات ووضع سيء حصل في كافة المناطق مثل ما ذكرت، هناك أو مثل ما يعني تداول من 16,000 شخص معتدل ومخفي كثيرا، تم تبادلنا في الكشوفات التي بموجب اتفاق ستوكهولم، لكن الوضع أيضا كان في السابق أو يعني هذا هو الحال، يعني 16,000 الذين يعني افترض انهم حاليا موجودين في السجون،
لكن طوال فترة 4 سنوات الأرقام أيضا كبيرة جدا. نعم، أنا أتحدث عن السجون السرية في الإمارات أستاذ حسن، يعني نعم ما يحدث بين الحوثي والحكومة الشرعية أمر واضح وتم الاتفاق عليه، ولكن للأسف الشديد هؤلاء الذين لا أحد سيبادلهم بأسرى آخرين ولا أحد سيسأل عنهم، أسرى في سجون تابعة للإمارات وتتهم بها الحكومة على كل حال. سأصل الموضوع، أنا ما أذكره هو أن الوضع مأساوي في كل المناطق، سواء في المناطق التي تحت جماعة الحوثي، سواء في عدن أو في مارب أو في محويت أو في محويت أو في حضرموت أو في كل المناطق. بالنسبة للسؤال عن الوضع في عدن، اللجنة الوطنية تقوم بالتحديثات، لدينا بالنسبة لنا هناك شخص 26 شخص، وضيفتك من رابطة الموت التطبيق يعني تحضر لدينا في اللجنة دائما، و تقلص العدد للمخفيين الى 26 شخص، لا نعرف اين وجودوا او اين هم حاليا، ربما قد يكون تم تصفيتهم او ربما قد يكونوا يعني لا زالوا مخفيين. هؤلاء هم العدد الذي وصلت اليه اللجنه كرقم حقيقي للاشخاص الذين اختفوا ولا نعرف عنهم، او على الاقل الذي وصلت الينا بلاغات بهم انهم لا زالوا مخفيين حتى الان. الوضع كانت هناك انتهاكات سيئه جدا، وكان هناك اعتقالات بالجمله، وكان هناك لكن ايضا هناك يعني حتى لا نجلد الذات ونتكلم عن الظلام ولا نحاول ان نشعل شمعة، هناك تحسن. حاليا ايضا هناك انتهاكات تتم والوضع ايضا سيء، لكن عندما فتح القضاء كما ذكر ايضا ضيفك في عادل الحسني انه هو حين ايضا الى القضاء عندما تم، نحن في اللجنه ايضا يعني تابعنا مجموعه من الملفات وحاولنا ان نسير خلف او نحقق في مواضيعهم. 26 شخص هؤلاء وهم رقم كبير وكبير جدا، لم نحصل لهم على اي طرف او على اي طريق حتى نتحدث عنهم. هناك ايضا الان حاليا تشهد مدينه عدن وبعض المناطق المحافظات الجنوبيه اضراب بالقضاء، هذا السبب يؤدي الى تراكم المساجين في لدى السجون حتى الشرعيه، ايضا حتى السجون التي تعتبر رسميه وشرعيه. الوضع مؤسف جدا، انا هذا الرساله اوضحها للجميع. نعم. الوضع مؤسف جدا، وان هناك يعني انتهاكات لا تمارس فقط في مساله السجون، وحتى هناك انتهاكات يعني حتى ما مدى يعني تفاعل الناس معكم في هذه الناحيه؟ هل قاموا بارسال قصص عديده ام ان هناك خوف يعتري الاهالي، خاصه اذا ما علمنا ان هناك من يتم تعذيب عائلاته حتى يعترف على اخيه بحسب الجارديان، يعني ما تبعنا كانموذج لما يحدث هناك. مؤكد ان هناك من لا يزال يخشى على نفسه ويمتنع عن الدخول في اي ظهور، سواء ظهور لجهه رسميه او حتى المنظمه. مؤكد ان هؤلاء لهم اسبابهم براتهم التي تدعم يعني تجعلهم يتخذوا هذا الموقف، لكن هناك اشخاص ايضا وان كانوا يعني محدودين، لكنهم هناك اشخاص تحلوا بشجاعه ووصلوا الينا معلوماتهم، بالرغم اننا نعمل او نعطي ضمانات ونحاول نمنحهم بعض التقنيات ان المعلومات هم وما يسجلوه الناس تكون سريه ولن تصل الى احد. لكن كما ذكرت وكما اؤكد ان الوضع في عدن وفي كافه المناطق مع وجود الحرب وضع سيء ومزري، وبالتالي عندما نتكلم عن مساله الادوات التي يمكن مساعدتك فيها او يمكن من خلالها يعني وضع حد للانتهاكات في الوقت الحالي، نتكلم عن ادوات ضعيفه وايادي مهترئه او ترتجف، لكن ما نحاول ان نصنعها نحن في اللجنه الوطنيه حاليا هو امرين. اول حاجه اننا نحاول الانتهاكات ونحقق فيها ونحتفظ بها ونحيلها الى القضاء، ونحاول ان لا نضيع حقوق الناس، لان هذا جرائم هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم ولا يمكن. نعم. القضايا التي تحال للقضاء هل يتم البت فيها ام ما الذي تنتظره؟ يعني خاصه يعني ونحن نعلم ان كثير من المختطفين لم يمروا على النيابه اليمنيه ولم يتم التحقيق معهم استاذ حسن. القضايا التي نحن نحيلها الى النيابه حاليا يعني لم تستكمل النيابه اجراءات التحقيق فيها حتى تعال الى القضاء، هناك ايضا اشكاليه اخرى كثيره في حال هذا الموضوع. وخصوصا هذا الموضوع الحالي لا يخسر، هناك مساله المحكمه المختصه او التي لديها الامكانيات المتعلقه بحقوق الانسان، يعني هناك قضاء لدينا قضاء عام وقضاء عادي لا يمتلك مثل هذه القضاءات، واحتاج الى مزيد من التدريب للبت في القضايا وانتهاكات
نقول الإنسان التي تحتاج إلى قدرات، تحتاج إلى نوع من الأدلة، تحتاج إلى سرية، وتحتاج إلى شهود وبرامج خاصة للشهود، لأن المسؤولين والمتهمين في هذا هذه الجرائم عادة يقولوا هم من الجهات المسؤولة أو الجهات المتسلطة أو الجهات التي تنتمي للسلطة، وبالتالي يجب حماية الشهود، حماية الضحايا، حماية حتى الأشخاص القضاة، أشخاص القضاة والتحقيقات. هذا برنامج نحن لم نيأس أن نعمل عليه، لكن يجب أن ننظر إلى الواقع أيضا كما هو. هناك يعني أعمال نقوم بها، هناك رصد، هناك تقرير أصدرناه في شهر 9 الماضي، تكلم تقرير خاص ونوعي متعلق بالسجون، ذكرنا فيه وضع السجون في كافة مناطق اليمن. نعم، إذا مراتب الحدود يتحدث بكل صراحة عن الانتهاكات التي تتم بها كل الأطراف، بما فيها الانتهاكات التي تتم من قبل التحالف أو من قبل الحوثي أو من قبل الشرعية في مارب، في حضرموت، في تح. نعم، إذا نعم، برأيك أستاذ حسن، يعني لما تنكر وزارة الداخلية وجود سجون سرية مع وجود شهود عيان وشهود يعني تم الإفراج عنهم بطريقة أو بأخرى، وأيضا هناك قصص تم الكشف عنها من خلال هؤلاء الذين خرجوا؟ أريد أن أخذ الموضوع هذا بموضوع، أدرس الموضوع هذا وأقدم الموضوع هذا بموضوع. إن كان هناك سجون، السجون التي عرفناها وكانت سرية وأصبحت مكشوفة للعلن، هذه السجون ربما بعضها على وزارة الداخلية، لكن الأغلب فيها تم نقل المسجون فيها قبل فترة بعد فتح القضاء وبعد الحملة الإعلامية التي تمت والكشف على الكثير من الحقائق. هناك الضغط على المسؤولين وحيل المساجين الى سجن دير احمد الخاضع لوزاره الداخليه، الخاضع افتراضيا او خاضع يعني قانونيا. نعم، اذا تكلمنا عن سجون يتحدث عنها البعض ولم يصل الى احد، هناك احاديث تتم فعلا عن بعض هذه السجون، لكن لا توجد معلومات مؤكدة على فعلا كنا نتكلم عن هناك سجن مثل وضح، سجن مثل سجن كافة الإرهاب. يعني عندما ضغطنا نحن قمنا بزيارة هذا السجون أو هذا المعتزلات والدخول إليها وتفتيشها. لا نعم، إذا شكرا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف. عودة أخيرة لك أستاذ توفيق، ودعني أختم معك هذه الحلقة بما ختمته الغارديان حين قالت عامان ليس وقتا طويلا لبناء الدول لكنهما فترة قصيرة لتحول الأصدقاء إلى أعداء. كيف استطاعت الإمارات أن تحول فعلا أصدقائها إلى أعداء، خاصة أن هناك من ظن أنها آتية وحررت المناطق المحررة حاليا من الحوثي لتستلمها هي وتكون ربما أسوأ مما يحدث؟ لا، أنا أعتقد أن أبو ظبي بدرجة أساسية كانت واضحة في أهدافها في اليمن منذ اللحظة الأولى، بل أنه أنا دائما أقول إلى حد اليوم أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مطالبة بتوضيح ما جاء على لسان أنور عشقي في قناة روسيا اليوم، والذي تحدث عن وجود اتفاق سعودي إماراتي حوثي قبل دخول العاصمة صنعاء، وأن هناك مليارات تدفقت إلى ميليشيات الحوثي كان لها أهداف معينة، وأن هنالك اتفاقيات ربما مكتوبة ما زال يحتفظ بها أنور عشقي بحسب قوله في مكتبه، بمعنى أن دخولهم منذ البداية، بل أن تواجدهم في المشكلة اليمنية منذ البداية ضاع مجموعة من علامات الاستفهام. تواجد أبو ظبي في جنوب اليمن في الذات في مدينة عدن ربما كان ردة فعل على الاتفاقية التي ألغتها حكومة الوفاق الوطني بعد ثورة فبراير بإلغاء امتيازات ميناء دبي بإدارة ميناء عدن. اليوم الإمارات العربية المتحدة كان تواجدها بالدرجة الأساسية تواجد يقوم على أساس الموقع الاستراتيجي اليمني وعلى أساس الامتيازات الاقتصادية للموانئ اليمنية ابتداء من ميناء عدن ثم المكلا ثم شبوة إلى المخا،
وأخيرا قامت ببناء قاعدة عسكرية متقدمة في جزيرة ميون على مضيق، وعلى تعتبر اللسان الاستراتيجي لمضيق باب المندب، ثم ذهبت إلى جزيرة سقطرى وحدثت الإشكالية المتعلقة بالسيادة اليمنية. هذه الأهداف لا يمكن أن تسيطر سيطرة تامة في ظل وجود دولة يمنية قوية، في ظل وضع أمني مستقر، ولذلك هي سعت على تفريخ أو إنشاء جيوب ميليشاوية خارج إطار الدولة مسلحة بتسليحا عسكريا، وتستلم ويتلقون أوامرهم من أبو ظبي ويستلم رواتبهم من هذه الدولة، وبالتالي قامت بالقضاء على كافة القوى الحية التي يمكن أن تقف في وجهها بما فيها الذين كانوا رفقاء السلاح في المقاومة في عدن، وبالتالي هذا الذي بدأت تخلق نوع من الإشكالية في جنوب اليمن، وخلق لنا اليوم تستطيع أن تقول حالة رخوة في جنوب اليمن ربما يخدم جماعة الحوثي أكثر مما يخدم الحكومة الشرعية نفسها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.